في جديد قضية المخطوفين اللبنانيين في سوريا، فقد طالب المخطوفون ذويهم بالتظاهر أمام السفارتين السورية والإيرانية في بيروت. الزميل حسين خريس الموجود في الضاحية الجنوبية يطلعنا عبر الهاتف على أجواء الأهالي. حسين أهلا بك، يعني كيف هي أجواء الأهالي؟ هل سيلبون ما طلبه منهم المخطوفون؟ يعني ديانا، اولا لابد من التذكير بان الاتصال كان قد انقطع بين الاهالي والمخطوفين مده 3 اسابيع، وقد اعلم الاهالي من مصادر من الجهه الخاطفه بان المخطوفين 9 بخير، لكنهم محتجزون في غرفه ولكن من دون نوافذ. وانحصرت هذه الاتصالات بين رئيس حمله الصدر عوض ابراهيم وبعض القيادات من الجهه الخاطفه لاعلامه بان المخطوفين بخير. اليوم عند الساعه 5:30 تقريبا فوجئ اهالي المخطوفين اللبنانيين 9 باتصالات من قبل ذويهم، ودامت المكالمات الهاتفيه فيما بينهم نحو 2 ساعة تقريبا، يعني كل مخطوف مع عائلته. وفي اخر المكالمه طلب كل واحد من المخطوفين 9 من عائلته ان تتظاهر امام السفارتين السوريه والايرانيه، والهدف بما بحسب ما شرح لنا الاهالي هو طرد السفير السوري علي عبد الكريم علي من لبنان لانه لم ينشق حتى الساعة عن النظام السوري. أما التظاهر أمام السفارة الإيرانية فالهدف منه هو الاحتجاج على سياسة طهران في دعم النظام السوري المتمثل ببعث مجموعات من الحرس الثوري تقاتل إلى جانب النظام، والهدف أيضا هو التضامن اللبنانيين مع الشعب السوري ضد كل من يدعم النظام السوري. الآن في هذه الأثناء هناك اجتماع يعقد في مركز حملة الإمام الصادق بهدف بحث توقيت التظاهرتين أمام السفارتين. نعم الدعوة ستلبى لكن البحث يتم في توقيت تلبية هذه الدعوة. الزميل حسين خريس، شكرا جزيلا لك.